لنحيا 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 بسادة بسادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم وين ما كنا وكنتوا، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نحيا وإياكم حياة سعيدة، ونرحب بكم في برنامجكم لنحيا بسعادة. يقولون في الأمثال الصديق قبل الطريق، ويقولون في الأمثال أيضا الصديق وقت الضيق. قصتنا اليوم عن اثنين ربع أصدقاء كانوا ماشيين في طريقهم واتفقوا وقالوا ايش رايكم احنا نروح نمشي في الصحراء، وفي لهم مشوار. أثناء ما هم يمشون في الصحراء صار بينهم نقاش، هذا على صوته شوي وهذا على صوته شوي. قام أحد الأصدقاء وضرب صاحبه، الشخص اللي انضرب تأثر وتألم وما تكلم، لكنه كتب على الرمال اللي كانوا يمشون عليها في الصحراء، كتب عليها: اليوم صديقي ضربني. وكملوا طريقهم ومشوا. أثناء ما هم يمشون في هذا الطريق الطويل لقوا لهم واحة من الماء، فحبوا يغيرون جو لأنفسهم، قالوا ايش رايك يا فلان، يقول حق صاحبه، يقول ايش رايك نغير جو ونسبح ونستانس في هذه الواحة الجميلة. قال له توكل على الله. فأثناء ما نزل الأول اللي هو انضرب على وجهه نزل في الماء قبل، أثناء نزوله صار في نوع من الحركة داخل الرمال وداخل هذه المياه، فحس انه بيغرق وحس ان رجله تاخذه تجاه الارض تحت تنجذب، فراح يستنجد في صديقه: يا اخوي يا صديقي يا فلان الحق علي. قال له ايش فيك؟ عسى ما شر. قال له احس نفسي باغرق ورجلي تغطس في الرمل تحت. فقام هذا الصديق وقفز قفزه قويه كادت أن تودي بحياته، كان بيموت من خلال هذه القفزة، بس فزع فزعة لما سمع صديقه يناديه ويستنجد به، فراح وأخذ بيده وطلعه من هذا الغرق ونجاه إلى أن خرج إلى الرمل. وفي وجوده في الرمل تسند على الصخرة، هذا اللي انضرب على وجهه واللي كاد أن يغرق تسند على تلك الصخرة وحمد الله سبحانه وتعالى وشكره بأن نجاه من الموت، وبأن جعل صديقه هو السبب في نجاته من الموت. فقام ونحت على الصخر، قال في نحته: اليوم صديقي أنقذ حياتي. فتعجب الصديق الآخر اللي أنقذ حياة صديقه واللي أصلا ضرب رفيجه يوم كانوا يمشون في الصحراء، فقال له: يا أخي أنت عجيب غريب. قال له: يوم أني ضربتك على وجهك كتبت على الرمال اليوم صديقي ضربني، ويوم أنقذت حياتك رحت نحت على الصخر بصعوبة وكتبت اليوم صديقي أنقذ حياتي. قال له: فكذلك يا صديقي في الحياة نكتب أخطائنا وزلاتنا مع بعضنا البعض والأذى اللي نحصل عليه على الرمال، لكي إيش؟ لكي تأتي الرياح وتهب عليها وتمحوها وتزيلها. وأيضا صديقي العزيز نكتب وننحت على الصخر المواقف العظيمة للأصدقاء. نعم أيها الأخوة والأخوات، يصير أحيانا خلاف بين الصديق وصديقه، يصير شد يصير جذب، لكن الخلاف الذي لا يفسد للود قضية، ويبقى الصديق وقت الضيق مثل ما قلنا. فلنحيا سعداء بأصدقائنا
ولنحيا سعداء في حياتنا، ولتكون دائما وأبدا على سعادة دائمة في الدنيا وفي الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.